القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزاء. هذه الأمور لاحظوها أحبتي، الإمام الحسين كان يملك الاسم الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا قاله النبي حال بين المشركين وبين المسلمين، هذا الاسم عند رسول الله كان يوقف السهام التي تأتي من المشركين إلى المسلمين. الإمام الحسين بهذا الاسم وبأسماء أخرى كان بإمكانه أن يوقف هؤلاء يشير إليهم، وهذه القدرة التي عند الحسين وما استعملها يوم العاشر، شوفوا استعملتها السيدة زينب، استخدمتها في الكوفة، أومأت إلى الناس، ما قالت لهم اسكتوا، راح لاحظوا الرواية، أومأت إلى الناس أن اسكتوا، هذه أن تفسيرية، أومأت يعني استخدمت الولاية التكوينية عندها، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. على أي أساس؟ هؤلاء كانوا في الحرب وكانوا يحاربون الحسين، ارتدت أنفاسهم ليش؟ هم اللي ما احترموا الحسين وقطعوا رأس الحسين الآن يحترمون السيدة زينب؟ استخدمت السيدة زينب هذا الاسم الأعظم فارتدت الأنفاس، يعني ما يقدر الإنسان حتى يرفع صوته بنفسه، وسكنت الأجراس. أنا قبل سنوات طويلة كنت أقول كان الواحد منهم يمسك الجرس المعلق في عنق الراحلة، بعدين لاحظت لا، أهل البيت يذكرون المسألة أكبر من أن يمسك الجرس، هو الجرس بنفسه يتعطل. فهذا كان عند الإمام الحسين. ليش أبو السجاد ما استخدمه يوم العاشر؟ Yeah.